صوت الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي. انتظرونا في اليوم العالمي للإذاعة السبت 13 فبراير في فيلم وثائقي عن تاريخ الإذاعة هنا القاهرة. 100 عام على تأسيس أول مذياع. 11 بتوقيت غرينتش في راديو مونتي كارلو. 4 صباحا بتوقيت غرينتش هنا في لندن. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. أجيال وأجيال، ذكريات لا تنسى. إعداد وتقديم عواطف محمد على الفجيرة FM.